الحمد لله القائل في كتابه العزيز: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ويقول سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الملك الحق المبين، سامع النجوى وكاشف البلوى، ولله ضر القائل. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، لا تيأسن فإن الكافي الله، لا تيأسن فإن الواقي الله، فإن المانع الله، فإن المانح الله، فإن الرازق الله. وإن بليت فلذ بالله وارض به، وإن بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. وإن بليت فلذ بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. والله ما لك غير الله من أحد، والله ما لك دون الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغبة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، زكى ربه عز وجل لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى معلمه فقال: علمه شديد القوى، وزكى خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، وزكاه كله فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله. فذو العرش محمود، وهذا محمد،
إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر الله عز وجل والذي لا يذكر الله عز وجل كمثل الحي والميت. فالذاكرون أحياء وغيرهم غير ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء. قيل: وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ذكر الموت وتلاوة القرآن. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى مجلس من مجالس أصحابه، فقال لأصحابه رضوان الله عليهم: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمد الله أن هدانا إلى الإسلام ومن علينا به. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: الله، أي أستحلفكم بالله، ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك يا رسول الله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني ما استحلفتكم تهمة لكم، ولكني أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. وفي الحديث يقول الله: يا ملائكتي، على ما اجتمع عبادي، اجتمعوا على كتاب الله وسنة رسولك، يتلون كتابك، يرجون رحمتك، ويخافون عذابك، يسألونك الجنة، فيقول رب العزة: وهل رأوها؟ يقولون: لا يا رب. يقول: فما بالهم لو رأوها؟ ويستعيذون بك من النار: هل رأوها؟ لا يا رب. فما بالهم لو رأوها؟ اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة: إن فيهم فلانا، أي فلان ليس منهم، جاء عادا، لم يكن قاصدا، لم يكن من الأصلاء في مجلسهم. فيقول رب العزة: هؤلاء الصالحون لا يشقى جليسهم، إنهم حاملوا المسك، ومن حامل المسك إن لم يكن هؤلاء. وفي الحديث أيضا جلس النبي صلى الله عليه وسلم جلسة علم مع أصحابه، فجاء ثلاثة نفر. أما الأول فوجد فرج، أي مكانا خاليا، فأصرع كالسهم فجلس. وأما الثاني فاستحيا أن ينصرف فجلس خلف الصفوف. وأما الثالث فأعرض عن ذكر الله موليا. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه قال: ألا أنبئكم بحديث النفر الثلاثة؟ أما الأول الذي أصع إلى حلقة العلم فآوى إلى الله فآواه،
وأما الثاني الذي جلس خلف الصفوف فاستحيا، أي استحيا أن يمشي أو ينصرف فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. الذكر حياة القلوب، وهو من علامات الإيمان. يقول الحق سبحانه: إنما المؤمنون، بأسلوب القصر، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ويقول سبحانه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ويقول سبحانه: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ويقول سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم أولو الألباب يا رب العالمين؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، حيث يقول الحق سبحانه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. يقول سبحانه: خلق السماوات بغير عمد طارونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ويقول سبحانه: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. ويصور أحد الأدباء جانبا من قضاة الله ممثلا لحال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، يقول: كل الطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل الصحيح، قل الصحيح، يموت لا من علة من يا صحيح بالمنايا دهاك. بل سائل الأعمى خطأ بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاقا. كل الجنين يعيش معزولا بلا زاد ولا مراعا من ذا الذي يرعاك. كل الوليد بكى وأجهش بالبكى عند الولادة ما الذي أبكاك. وإذا طار الثعبان، وإذا طار الثعبان ينفس سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك. واسأله ك
كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك واسأل بطون النحل واسأل بطون النحل كيف تقاطت شهدا وكل الشهد من حلاك واسأل بطون النحل كيف تقاطعت شهدا وكل الشهد من حلاك بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث من ذا الذي صفاك الأعرابي البدوي بفطرته قال البعرة تدل على البعير وأثر الأقدام يدل على المسير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج شقوق وبحار ذات أمواج وليل داج وسراج وحاج أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد نسأل الله أن يطمئن قلوبنا بذكره وأن يجعل ألسنتنا عذبة بذكر الله توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن اهتدى. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أيعجز أحدكم أن يأتي كل يوم بألف حسنة؟ قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال يسبح أحدكم 100 تسبيحة فإن له بها 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. فلو لم تلتزم إلا هذا بأن تخرج من خطبة اليوم بأن تواظب على تسبيح الله 100 مرة في كل يوم وليلة فإن لك في كل يوم 1000 حسنة. ذكر الله دليل على صدق الإيمان مع الله. أما الإعراض عن ذكر الله فنعوذ بالله منه، لأن الله يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يعشو يعد، واستخدم لفظ العشو وهو ضعف الإبصار لأنه أعمى القلب لا يرى، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويقول سبحانه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ولم يأتي هذا اللفظ في غير هذا الموضع. عيشة في الجانب الأول
انظر بين الموضعين أو قارن بينهما، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فالقلوب الذاكرة قلوب آمنة مطمئنة، والقلوب غير الذاكرة لا يمكن أن تحيا حياة هنيئة أبدا، لأن الله قال وقوله الحق ومن أعاد عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قد يكون أهل الذكر من ضعاف القوم، من عامة القوم، لا حرج في ذلك، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. ولما جاء سادة قريش وأشرافها إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله نحن السادة والأشراف لا نجالس بلالا وصهيبا وخبابا من فقراء المسلمين وضعفائهم، فاجعل لنا يوما ولهم يوما. فنزل قول الله تعالى واصبر نفسك، واصبر نفسك مع من؟ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لا نفاقا ولا ضياء، ولا يتاجرون بدين الله، ولا يستخدمون دين الله لدنياهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، لا تنصرف عيناك عنهم إلى غيرهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول سبحانه ولا تطرد الذين يدعون ربهم، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، ما عليك من حسابهم من شيء. هؤلاء تلزمهم لا تطردهم، الزم هؤلاء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وهذه سنة الله في كونه، عندما جاء أشراف قوم نوح وسادة قوم نوح إلى نوح عليه السلام بنفس السنن الكونية النبوية قالوا له ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم آزلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ما اتبعك إلا الضعفاء، ما اتبعك إلا عامة الناس. وهنا ينجلي نوح عليه السلام ويا قومي من ينصرني من الله إن طردتهم، ويا قومي من ينصرني من الله إن طردتهم. هؤلاء هم الذين نصبر أنفسنا معهم على الذكر والدعاء وطاعة الله، فخير الناس من إذا ذكرت أعانك ومن إذا نسيت ذكرك، وخير الناس من تذكرك بالله رؤيته، وخير الناس أنفعهم للناس،
وخير الناس من لا يزال لسانه رطبا بذكر الله. إن الأمم بلا إيمان وإن عالما بلا إيمان لا تحكمه سوى شريعة الغرب، لأن القلوب غير المتصلة بالله لا أمان لها. الذكر يقوي الإيمان، والإيمان يقوي المراقبة لله، فالذاكر الحقيقي متصل بالله. على ألا يكون الذكر باللسان، إنما يجب أن نستحضر عظمة الله في القلب، فتعلم أن الله هو الخالق، وأن الله هو الرازق، وأن الله وحده هو النافع، وهو الدار، وهو المعطي، يعطي الملك من يشاء، وهو الذي يعطي، وهو الذي يمنع، وهو الذي يمنع، وهو وحده القادر على أن يقول للشيء كن فيكون. ومن هنا يعلمنا سيدنا رسول الله حسن التوكل على الله وحسن الاعتماد عليه، فيقول: من نزلت به فاقة من مرض أو شدة أو فقر أو حاجة، من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته. من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، فإن أنزلها بالله فيوشك الله عز وجل أن يأتيه برزق عاجل أو آجل. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ومن ثم يقول الشافعي رحمه الله: يا صاحب الهم، يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، لا تيأسن فإن الكافي الله، وإن بليت فلذ بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. والله والله ما لك غير الله من أحد، والله ما لك دون الله من أحد، فحسبك الله في كل، لك الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. في من يريد وطننا أو بلدنا أو مصرنا بسوء، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم اجعل مصر أمنا، أمانا، سخاء، رخاء، وسائر بلاد العالمين. اللهم زد مصر أمنا، أمانا، سخاء، رخاء، واجعل رزقها ورزق أهلها سهلا عاغدا من البر والبحر والسهل والجبل، ولا تحوج مصر ولا أهلها إلى أحد سواك يا رب العالمين. اللهم لا تحوجنا إلى أحد سواك، اللهم اكفنا بكفايتك وأرضنا برضاك، واملأ قلوبنا بالإيمان بحبك وذكرك وحب من أحبك وحب رسولك وحب آل بيت رسولك وحب أوليائك الصالحين، وألحقنا بهم غير ضالين ولا مضلين ولا فاتنين ولا مفتونين ولا مبتدعين يا رب العالمين.
وصل اللهم وسلم وزد وبارك على الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما. ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.